نظم عدد من الناشطين والمختصين في مجال البيئة ندوة حول المخاطر البيئية التي يعاني منها العراق، ومن ضمنها ظاهرة التصحر وكيفية التخلص منها. موضوع التصحر هو ليس بمعزل عن موضوع التغيرات المناخية، بل هو جزء مهم من تأثيرات التغيرات المناخية، حيث آخر إحصائية بلغت 69% من أراضي العراق هي متأثرة بالتصحر. بالنسبة للإجراءات الحكومية في هذا المجال، هي يعني صراحة بدأت من خلال وزارة البيئة، كانت هي مسؤولة عن موضوع ملف التغيرات المناخية، في خطة التكيف وخطة التخفيف. خطة التكيف تشمل بعض المشاريع من ضمنها الأحزمة الخضراء، من ضمنها زراعة المانغروف في المنطقة الجنوبية. الحاضرون في هذه الندوة أكدوا على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والمواطنين للتخلص من المخاطر البيئية التي تفاقمت منذ سنوات. التلوث البيئي، تلوث المياه، تلوث الهواء، تلوث التربة، تلوث الغذاء، بالإضافة إلى شحة المياه وموضوع التصحر وارتفاع درجة الحرارة. شحة المياه يجب أن يكون هناك حلول. في العراق يمر في ظروف بيئية صعبة، يعني كذا مرة صارت عندنا عواصف رملية كثيفة، الجو صار كلش يعني ما تشوف، يمكن 3 أمتار ما نشوف زين. شحة المياه أمر آخر جدا مهم، فجملة أمور العراق تعرض لها، وماكو للأسف الشديد فالتحرك من الدولة أزاء هذه المشاكل. وتعد ظاهرة التصحر من أبرز المخاطر البيئية التي يعاني منها العراق وعدد من دول العالم، لكن التخلص منها ليس صعبا بحسب المختصين. مشتاق فالح، العراقية، البصرة.